نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط قافلة طبية مجانية بقرية العتمانية بمركز البداري. وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 2000 مواطن في 10 تخصصات طبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أنا بنصرف الأدوية بعد الكشف والتحاليل للمرضى. عندنا مجموعة كبيرة جدا ومتنوعة من الأدوية، سواء الكرونيك أو الأكيوت، الحالات الطارئة وبعض الأدوية من الحالات الأمراض المزمنة. برضو بعض الحالات بتحتاج تحويل، ما بيكونش محتاج عملية، محتاج تحاليل أكتر، فحوصات أكتر، بتتحول للمستشفيات العامة